عرضوا أزياء مختلف في أربيل. استعرض هؤلاء الشباب الكرد الزي الكردي الفلكلوري، بعدها استعرضوا الزي العربي التقليدي. العرض والفكرة لاقيا استحسان الجمهور، فالأزياء حاكت الطبيعة بألوانها الزاهية من دون إهمال الجانب التراثي. نزلت ألوان صيفي وشوية شتوي، يعني بالطبيعة ما غير الطبيعة من آثار والفولكلور، يعني نزلت كل الزي الكردي. الهدف من العرض بحسب القائمين عليه هو تأكيد بأن البراندات ليست غربية فحسب، وإن المصممين هنا يستطيعون ولوج هذا العالم بتصاميم محلية خالصة، فضلا عن تأكيد رسالة المحبة والتنوع بين مكونات البلاد. اليوم أنا مشاركة كموديل بفاشن شو أربيل على مود مبين للناس إنه بأربيل أكو فاشن شو، أكو ديزاينات جديدة دا تطلع، أكو مصممين كلش شاطرين ويعرفون يصممون شغلات حلوة. دخلنا بهذا المهرجان، قدمنا له وقدم لنا وعطينا صورة حلوة وفكرة عن الزي العربي الموجود في باقي مناطق العراق أيضا. شارك في العرض نحو 25 من عارضي وعارضات الأزياء لعشرة مصممين للزي الكردي والعربي، فيما راعت جميعها الحفاظ على هوية الزي الفلكلورية رغم تحليتها بالبصمات الحديثة. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.